بكم. أغلقت البورصة المصرية اليوم على ارتفاع 18 نقطة مئوية عند مستويات 6903 نقاط. بقي تداولات بلغت أكثر من 327 مليون جنيه مصرية ليتم التداول على أكثر من 134 مليون سهم. أما عن المؤشر السبعيني والذي أغلق اليوم أيضاً على ارتفاعات 19 نقطة مئوية. وإلى حركة وأداء الأسهم اليوم، كان الأكثر ارتفاعاً سهم العمل الصوامع والتخزين ارتفاعات 9.19 نقطة مئوية. أما عن التراجعات فاحتل هذه القائمة سهم الرواد بتراجعات 9.17 نقطة مئوية. وعن الأكثر نشاطاً بالكميات يأتي سهم أوراسكوم للاتصالات بأكثر من 30 مليون سهم. وأخيراً تركزت السيولة اليوم لدى أسترن كومباني بأكثر من 54 مليون جنيه مصرية.